السلام عليكم ومرحبا فيكم في يوم جديد وطبق جديد من مطبخ دلشبوت. وطبقنا لهذا اليوم برياني حيدر آبادي باللحمة، تابعوني للتفاصيل. أول خطوة راح نسويها ننقع شعيرات الزعفران وصفار الزعفران، وهو اختياري، مع كمية من الحليب. وفي القدر اللي راح نحضر فيه البرياني نتبل اللحم بالبهارات التالية: كمون مطحون، كزبرة مطحونة، بهارات اللحم، بهارات الجرم مسالة، الكركم، صبغة الطعام، فلفل أحمر، نعناع مجفف، والملح. وفي الخلاط الكهربائي نضيف الكزبرة الطازجة مع فصوص الثوم ومقدار من الزنجبيل، ونضيف عليهم مقدار من زيت الزيتون وزيت جوز الهند أو السمنة، ونخلط كل المقادير حتى تتجانس تماما، وبعدها نضيفها على اللحم، ونضيف للخليط الروب أو الزبادي، وبعدها نضيف البصل المقلي. استخدمت الجاهز، بإمكانكم تقلونه وتضيفونه، والبهارات الصحيحة: ورق الغار، الهيل، القرفة، والكمون. ندعك اللحم بخلطة البرياني، وبعدها نخليها تخمر أو نحطها على النار مباشرة. نطبخ اللحم على نار متوسطة ونضيفه ماء لو احتاج، وفي هذه الأثناء نسلق الرز مع بهارات صحيحة وكزبرة ونعناع مجففين والملح. نسلق الرز 3/4 استواء، بعدها نشخله ونتركه على جنب. وأما اللحم لما قرب يستوي أضفت له الملح والبطاطس وتركتهم لمدة 5 دقائق مغطى القدر، وبعدها أضفت عليه الرز المسلوق. ولوجه البرياني رشيت عليه نعناع مجفف، بإمكانكم تستخدمون النعناع الطازج مع الكزبرة الطازجة والبصل المقلي. نصب عليهم منقوع الحليب والزعفران، وعليهم رشة من صبغة الطعام أو الزعفران لو حبيتون. نغطي القدر ونحكم أغلاقه ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يكمل سواه. ريحة البهارات والأعشاب مميزة في هذا الطبق. العيش نثري ومتشبع بالنكهات، واللحم لين وذايب، خصوصا لما تعطونه حقه في الحماص. ممكن تستبدلون اللحم بالدجاج، جربوها وعلى ضمانتي. شكرا للمشاهدة، لا تنسون الاشتراك في القناة واتركوا لايك أو كومنت، شاركوا الطبق مع أحبابكم، ولا تنسونا من دعائكم، ومع السلامة.